دايما احنا بنبص للاهداف اللي بيعلنها الجانب الاسرائيلي اللي هو القضاء على حماس ومنع التهديدات واسترداد الاسر لكن في اهداف تانية بتتحقق منها جعل القطاع غير صالح للحياه لا. تدمير بنية أساسية، تدمير مياه، كم كبير من الشهداء والمصابين. نموذج غزة عمل عبرة في جزء كبير منه كان للبنان لحزب الله يعني في اهداف كانت بتتم ما قيمه لا تكتيكيه ولا عملياتيه ولا استراتيجيه وقد دور سياسية لكن هي الفكره زي تدمير مثلا مباني مهجوره م. اصلا فدي الفكره اللي اتعمل عشان لبنان هذه السياسة لبنان طبعا اكيد في الطبيعه في مختلفه العميد هناك من يقول بالفعل. بان بالفعل. الجيش الاسرائيلي لا يستهدف فقط البنى التي تضم عناصر لحزب الله أو يخزن فيها السلاح وإنما يتبع ذات السياسة التي تبعها في غزة وهي استهداف البنى التحتية وإحداث أكبر قدر ممكن من الدمار من تحليلك العسكري هل هذا فعلا ما يجري الآن في لبنان؟ أساس الموضوع بدأ هناك في 2006 لما كان جادي أيزنكوت قائد المنطقة الشمالية اللي هو كان عضو الكابنت وكان قبلها رئيس أركان الجيش ورئيس شعبة عمليات جيش الدفاع الإسرائيلي. عمل حاجة اسمها ضحى دكتور أو عقيدة الضحى. أول جزء فيها هو عقاب البيئة الحضن اللي هم مدنيين ما لهمش طرف في الصراع وقال بي بي يعني بي في الشرح إن أنا صعب يعني أبحث عن مقاتل يختبئ في الصحراء أو في في حفرة لكن من الممكن أن أعاقب البيئة الحضنة القتل للقتل عدم الاكتراز بالمجتمع الدولي عدم الاقتراز بقوانين الحرب عدم الاكتراز بحقوق الإنسان يعني إحداث أكبر خسائر في البيئة الحضنة الذي يجعلها تضغط على حزب الله في الإزعان بدأت تطبيقها في 2006 ما كانش قيادة كبيرة في الوقت ده ثم طورها وهو رئيس شعبة عمليات ثم هو رئيس أركان نفذها جزئيًا في عمليات وتم تنفيذها كليا في حرب غزه الآن يعني الضحية دكتور يتم تنفيذها في لا. الضحية طيب. فاللي بيحصل ما هوش مفاجئ الخسائر في المدنيين في المستشفيات في أطقم الإسعاف لا. في بنيه تحتيه طيب. وممكن تتسع عن ذلك. سيادة العميد تفصيلا أكثر للعملية البرية التي أطلقتها إسرائيل كما قالت ليلة أمس الجديدة منها ما هو اللواء الحادي والتسعين الذي انضم لهذه العملية البرية إن كانت لديك معلومات سيادة العميد كما عديده ما التغير الذي يمكن أن يضيفه على الأرض مقاتليه حين الانضمام لساحة المعركة أولا الفرقه 91 دي من فرق المنطقه الشماليه لان هي مع الفرقه 36 دي مش من فرق المنطقه كانت يعني تبع بتحارب في المنطقه الجنوبيه والفرقه 98 من فرق المنطقه المركزيه كانت بتحارب في خانيونس وفي رفح وفي الفرقه 91 حاربت في في 82 في لبنان حاربت في 2006 بتتميز هي فرقه مشاه يعني فيها اللواء الثالث الاكذروني ده ده لواء مشاه فيها اللواء 300 وده لواء مشاه اقليمي يعني متعود يعني تدريبه يحارب في الجبال وفي السهول وخلافه فيها اللواء 769 وده لواء مشاه اقليمي فيها اللواء 8 مدرع ده اللواء الوحيد المدرع اللي فيها كل لواء مشاه فيها في ست كتائب وده يعتبر لواء تقيل يعني في ست كتاب مشاه يعني المدرع اللي عندها هو اللي هو الثامن مدرع فقط هي اصلا مكان تمركزها الجليل واصبع الجليل اللي هتدخل مع اللي هو 188 من الفرقة 36، اللي هو جولاني من الفرقه 36، واللي هو 35 بارا نعم. تروبس طيب، نتحدث عن الويه سيادتي يعني. اللي بيحاربوا في بنت جبيل وفي مارون الراس الالويه تضم طيب. الالاف ان بيع... يعني كنت يعني دقيقه في الوصف بالضبط يعني احنا انا نعم. قلت لحضرتك كل طيب. كتيبه ست كل فيها ست كتايب وكل كتيبه فيها حوالي 500 عسكري طيب. من 400 ل 500 عسكري نعم. يعني اللواء مثلا فيه حوالي 3000 لو قلنا في سبع لواء طبعا فيها معاها لواء المدفعيه 738 نعم. آه نعم. وبالاضافه طبعا لكل لواء من لواءات الفرقه في الاشاره وفي الاستطلاع والمهندسين طيب. وعناصر بهذا من سيكون الاقوى على الميدان سياده العميد؟ حزب الله المتمرس في حرب الشوارع وهو في ارضه وخنادقه ويعلم بدقه الطبيعه الجغرافيه لجنوب لبنان ام هذه الالويه الاسرائيليه المتمرسه ايضا وعاليه المستوى من حيث القتال. طبعا اللواء واحد الفرقه 91 مشاه والفرقه 98 وهي فرقه مدرع تقيل والفرقه ستة طبعا الفرقه 98 فيها طلع اثنين مظل وواحد كوماندوز بالاضافه للمدرع الفرقه 36 وكلاهما كان بلاقوا حسن في في معارك غزه وحاربوا في جولات كثيره الحقيقه عندهم خبره قتاليه والفرقتين دول برضو حاربوا في 82 وحاربوا في 2006 والفرقه 98 صنفت كافضل فرقه حربت في لبنان العدد اكبر للجيش الاسرائيلي التسليح اكبر للجيش الاسرائيلي طبيعه اتساع المواجهه بتدي له فرصه ان هو عنده خفه الحركه والقدره على المناوره لكن بتدي المدافع فرصه في التوبوغرافيا ان فيها مرتفعات فيها سهول فيها مناطق منخفضه لكن فيها خصائص مهمة مثلا مارون الراس اللي بيحتل الجبال العالية يعني طبعا هو رأس مرتفع 900 متر لو لو احتلها الجيش الإسرائيلي بيقدر يشوف باقي المناطق فلو قدر يعني بالقوة يحتل المناطق المرتفعة هيقدر آه ان هو يدافع طبعا اللي احنا قوات الرضوان اللي هو نصر وعزيز اللي في نسق الاول احنا بنتكلم في من 2000 ل 3000 مقاتل من قوات الرضوان اللي ال... هيقدروا ال... يعملوا بعض القتال التعطيلي اللي بدا من من دفع المقدمات لكن بالطريقه اللي بيحارب بيها الاسرائيليين اللي هو الاسناد النيراني والاحزم الناريه والمدفعيه والاستخدام المفرط للنيران اعتقد موضوع مساله وقت يعني الخمسه كيلو الاولانيين دول دي ما... يعني ما اعتقدش انها مهما بالحسابات العسكريه يعني مهما بلغت قوة صمود قوة الصمود ممكن تخليه ياخد يعني لقطة ان هو يدمر دبابة دبابتين ثلاثة لكن الجانب الاسرائيلي هو رايح عنده استعداد ان هو هيخسر مش هيعدي مش مش نزهة يعني لكن هاي. في الاخير المدرع بيكسب يعني دي الحسابات بتقول كده والاسناد الايراني وبالذات الاسناد القريب بيكون يعني عنصر ردع وعنصر حسم في مثل هكذا يعني يعني طبعا هم آه ما بدوش العمليات المركزة بدأت من ليلة الأمس طيب. <applause> اللي هنشوفه خلال اليوم مختلف عن اللي شفناه من أول أكتوبر في العمليات اللي هي بدء العمليات دفع المفارز سياده العميد ماذا عن ترسانه حزب الله من الاسلحه الدقيقه والباليستيه التي تحدث عنها هل باعتقادك ما تزال موجوده وبامكان حزب الله اللجوء اليها ام يمكن ان يكون ان تكون اسرائيل قد دمرتها لكنها لم تعلن ذلك حتى الان لم تعلن بصريح العبارة أنها دمرت هذا هذه الترسانة العسكرية من الصواريخ الدقيقة والباليستية التي يملكها حزب الله التدمير الكامل ده موضوع صعب بدليل أن كتاب عز الدين القسام بعد سنة ورغم أن الجيش الإسرائيلي دخل كل مكان في صواريخ خرجت النهارده لكن في في تدمير حصل حصل في ضربات سواء في سهل البقاع او في الضاحيه الجنوبيه استهدفت مستودعات ومنصات حصل من 25 أغسطس والجيش الإسرائيلي بيستفز حزب الله ينشر منصاته يستهدفها على حد بيانات الجيش الإسرائيلي في أكثر من 450 منصة إطلاق تم تدميرها المنصة مهمة لأن عدد المنصات بيكون أقل بكثير من عدد الصواريخ سواء كانت منصات الجراد أو البلاستي ال 450 دي يعني خلينا بس نقول ان ايران اللي عندها 3000 صاروخ بلستي عندها 250 منصه فقط فحصل تدمير تدمير لكن لو كلمنا استراتيجي الصواريخ ما عملتش حاجه لم تحقق نعم. هدف عملياتي نعم. او استراتيجي او سياسي نعم. فلو بقى عنده صواريخ بتبقى بس رساله نعم. دعم لكن لن تحقق احنا لن نعم. تحقق هدف لكن يبقى الكورنت يعني الار بي جي والاسلحه المحموله هي اللي هتبقى يعني المتصدره في المشهد القادم شكرا جزيلا لهذا الطرح والتحليل العسكري من القاهره المحلل العسكري والامني العميد سمير راغب